صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الإعجاب. أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أفضل أدوار الشطرنج الحديث. معادنا مع ثالث أفضل دور في 2014 بين بطل العالم النرويجي كارلسون أمام الأمريكي اللامع هيراكو ناكامورا في دور عجيب وغريب في بطولة زيورخ 2014 التي يشترك بها 6 لاعبين على رأسهم بطلي العالم كارلسون وأناند ومعهم ناكامورا وكاروانا وأرونيان وجيلفاند يلعبون دوري من دور واحد أي 5 أدوار ولن أقول على نتائج المسابقة إلا في النهاية لكي تستمتعوا بإثارة هذا الدور الذي تبادل فيه البطلين الفرص على طوال الدور وكان به أكثر من 5 مواقف حرجة في بعضها وجد أحدهم أفضل نقلة وفي الأخريات لم يستطع أن يجد النقلة الفائزة والفائز لن نعرفه إلا قبل النهاية ببضع نقلات. هيا نرى هذا الدور العجيب الذي ربما تحكمت قوة الأعصاب في نتيجة الدور. أهدي هذا الفيديو لصديقي المميز ميدو تيتو. ناكامورا بالأبيض وبدأ G4 ورد كارلسون نايت F6 C4 E6 نايت C3 بيشوب B4 دفاع النمزو هندي F3 ودخلنا في تفريع كوموش في النمزو هندي. الأبيض بيحضر للـ E4 D5 A3 طالب الفيل والفيل تراجع وهنا لعب E4 GE4 FE4 E5 G5 بيشوب C5 بكده الأسود بيمنع الأبيض من التبييت والنقلة المعروفة هي النايت F3 ولكن ناكامورا كمل بشراسة بيشوب G5 بيربط الحصان على الوزير وكارلسون عارف ان الابيض لن يبيت في جناح الملك ولذلك لم يلعب ال H6 لطرد الفيل لانه هيضعف جناح الملك وكمل كسل نايت F3 هنا النقلة الطبيعية ان يلعب ال H6 ويطرد الفيل او ربما الـ A5 وينتظر تبييت الابيض في جناح الوزير ولكنه كمل بيشوب G5 بيربط الحصان على الوزير وبعد H3 قام بالتكسير والابيض اخذ بالوزير نايت D7 وناكامورا قام بالتبييت في جناح الوزير وبكده وصلنا الموقف الملكين بيبيتوا في جناحين متعاكسين ولذلك الأبيض حيهاجم في جناح الملك بينما الأسود حيهاجم في جناح الوزير وبالفعل كمل بيشوب D4 وناكامورا تراجع بالحصان طالب الفيل وهنا الأسود ممكن يخطأ ويلعب نايت C5 على أساس الضغط على بيدة الـ E4 بالحصانين ولكن النقلة دي هتكلفه غاليا لان الابيض هيكمل نايت D4 E4 E5 طالب الحصان المربوط ولابد من لعب ال H6 وهنا الابيض هياخد الحصان طالب الوزير والاسود مجبر على الاخذ بالبيدق الابيض اصبح في موقف فائز فيكفيه لعب الكوين G4 تشيك ثم الكوين G7 تشيك ميت والابيض له هجوم قوي للغاية ولذلك الاسود كمل بالC5 وبيدعم الفيل G4 الابيض بيبدأ الهجوم في جناح الملك وكارلسون هنا رد A5
وهنا هنتوقف عند هذه النقلة لأنها فرقت كثيرا في الدور. فالأسود يريد إخراج الرخ عن طريق الـ A6 ثم الـ B6 والضغط على بيدة الـ B2، ولكن في نفس الوقت أخذ المربع اللي المفروض الوزير يهرب إليه ليواصل الهجوم، وكان لابد بدلا من الـ A5 الأسود يكمل بالـ A6 فقط ويترك المربع A5 للوزير ويخرج الرخ عن طريق البي 8 ويلعب البي 5 ويتم فتح العمود بي والوزير يستطيع اللحاق بالهجوم، ولكن كارلسون فضل الاي 5. وحنعرف تأثير هذه النقلة لان بعد كينج بي 1 روك اي 6 الابيض لعب نايت جي 3، طالب يلعب النايت اف 5 والحصان بيحتل مربع هام للغاية في جناح الملك، والأبيض له هجوم كاسح في هذا الجناح فيكفيه تقديم البيادق لتدمير جناح الملك الأسود، ولذلك كارلسون لعب جي 6 وبيمنع الحصان، لكن في نفس الوقت أضعف المربعات السوداء حول الملك، والأبيض سعيدا كمل اتش 4، طالب يلعب الـ H5 ويفتح العمود H على الملك، والأبيض أفضل بوضوح وكمل A4 بيحاول يصلح الخطأ الأول وبيخلي المربع A5 لوصول الوزير، وهنا يستطيع الأبيض الفوز بفرق بالنقلة البسيطة بيشوب H6. طالب الرخ والرخ لا يستطيع الحركة لأنه لو ذهب للـ E8 الأبيض هيلعب ببساطة G5 طالب الحصان، والحصان ليس لديه اي مربع للتراجع ولذلك حيذهب للـ H5، وهنا الابيض حياخد الحصان وبعد الاخذ حيلعب البيشوب H3، طالب ياخد الحصان والوزير لو اخذ حيذهب بوزيره للـ F6 طالب المات ولا يوجد دفاع، والابيض هجومه قوي للغاية، ولكن ناكامورا طموحه كبير ولا يرضى بمجرد الفوز بفرق وكمل بروك H2. اولا بيحمي البيدق المفترض انه هيكون هدف لهجوم الاسود، وفي نفس الوقت بيتهيأ لازواج الرخين على العمود H وفتحه بال H5، وكارلسون حاول يقوم بهجوم مضاد بكوين A5 لكن النقلة دي متأخرة، وناكامورا رد ببساطة بيشوب D2 طالب الوزير والوزير تراجع، وهنا لعب G5 طالب الحصان والحصان ذهب للـ E8 والأبيض كمل في خطته بـ H5 وأصبح هجوم الأبيض قوي للغاية. لاحظ أن قطع الأسود ليس لها أي مساحة بينما الأبيض قطعة متعاونة وهجومه قوي في جناح الملك، وكارلسون كمل روك B6 طالب بيدا B2 وناكامورا دافع ببساطة بيشوب C1 والرخ والفيل بيحموا البيدا الضعيف، روك B3 طالب الوزير كوين G4 نايت B6 بيشوب E2 نايت D6 بيضغط على بيدا C5، لكن ناكامورا لم يهتم وكمل في خطته بروك H1، طالب ياخد على G6 ويفتح العمود H، وبالطبع كارلسون لا يستطيع اخذ بيدا C4 والا بيشوب C4 نايت B4 HG6 وفتح العمود، والاسود ليس امامه غير الـ FG6 والوزير بيحمي البيدا، لكن بعد كوين E6 تشيك كوين F7 هيكمل بالنقلة الرائعة روك H7 طالب الوزير المربوط، ولابد من التكسير والأبيض بياخد، طالب مات بدون دفاع الروك H8 تشيك كينج G7 روك H7 تشيك مات، والبدائين بيحصروا الملك، إذن لا يستطيع أخذ البيدق وكمل بالنقلة الوحيدة المتاحة بيشوب H2 بيشوب B2 نايت C4 بيشوب C4 نايت C4 HG6. وصلنا لموقف يشبه الموقف السابق
وكارلسون لعب كوين بي 6 بيكثف الضغط على الفيل المربوط على الملك، لكن هنا الابيض يستطيع الفوز بجي اف 7 تشيك. روك اف 7 هيكمل بالنقله الرائعه نايت اتش 5، طالب النايت اف 6 تشيك وهيسقط بيه الاتش 7 مع وجود التهديد بكوين سي 8 تشيك، والاسود ليس لديه اي دفاع. ولكن ناكامورا لم يرى هذه النقله وكمل بنقله سيئه جي 7، وتبدو هذه النقله انها نقله قويه. فالرخين بيصوب على البيضة اتش 7 وفي نفس الوقت طالب الرخ، ولكن هذه النقلة ربما بتخدم الاسود اكتر من الابيض. وكارلسون كمل روك جي 8، وهنا الابيض اكتشف ان لا يستطيع اخذ بيضة الاتش 7 لان الرخ هو الحامي الوحيد للفيل المربوط، ولذلك لعب كوين اتش 4 بيهدد كوين اتش 7 تشيك ميت. لكن كارلسون كمل روك بي 2 تشيك، كينج اي 1، روك اتش 2، روك اتش 2، والابيض له نفس التهديد. لكن هنا الاسود دافع بكوين جي 6 بيحمي بيضة اتش 7 وطالب ياخد بيضة الجي، لكن ناكامورا كمل بنايت اف 5 بيحمي البيضة وفي نفس الوقت طالب النايت اي 7 تشيك بشوكة ملكية ويفوز. والاسود مجبر على الدفاع بروك اي 8، وهنا جاء الموقف الثالث الحرج اللي فشل ناكامورا في ايجاد طريقة الفوز، ولعب في الدور كوين جي 4، لكن كان من المفترض انه يلعب كوين اف 2. الابيض بيهدد بالتهديد البسيط بكوين سي 5، لكن بيطالب الحصان وهيفوز بيه لان الحصان ليس لديه اي مربع للتراجع سوى النايت بي 6 او النايت دي 6. لكن هنا الابيض هيفوز فورا بروك اتش 6 طالب الوزير، والوزير لابد ان يغادر، والابيض بيفوز بالحصان ويفوز بالدور. ولكن للأسف ناكامورا فوت الفرصة الثالثة وكمل كوين جي 4، وكارلسون مازال في موقف صعب وكمل كوين بي 6. طالب يلعب الكوين بي 3 وياخد البيضة والمات في الطريق، لكن ده الموقف الرابع اللي أخطأ فيه ناكامورا في إيجاد طريقة للفوز. وفي الدور لعب كوين اتش 3، لكن كان يستطيع الاقتراب من الفوز بالنقلة الرائعة. يا ترى ايه هي؟ صديقي، لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. جي 6 بيفتح العمود جي، وهنا لو الاسود اخذ بالوزير هيلعب كوين اتش 3 طالب الكش الرائعة بنايت اتش 6، والملك لابد ان يأخذ البيضة، وهنا هيلعب الروك جي 2 ويربط الوزير على الملك ويفوز. وبالطبع لا يستطيع الاخذ البيضة الاتش، والا روك اتش 8 تشيك ميت، ولذلك لا يبقى غير الاخذ ببيضة الاف. وهنا الابيض هيلعب نايت اتش 6 تشيك، كينج جي 7، كوين دي 7 تشيك، بهجوم مزدوج على الملك والرخ، والملك لا يستطيع حماية الرخ والا هيتلقى المات. واذا ذهب للاتش 8 الابيض هياخد الرخ بكش والمات بعد نقلتين. وربما افضل دفاع هو الذهاب للاف 6، وهنا الابيض هيكتفي باخذ الرخ وهيصبح متفوق برخ كاملة. لاحظ دائما ان الرخ بيحمي المربع الحرج بي 2 والابيض ايضا بيفوز. ولكن ناكامورا فشل في ايجاد هذه النقلة وهو على الرقعة، وكمل بالنقلة التي يعتقد انها فائزة كوين اتش 3، طالب الكوين اتش 7 تشيك ميت، وكارلسون ليس له غير الدفاع الوحيد بكوين جي 6. وهنا مرة أخرى يستطيع الأبيض الاقتراب من الفوز بكوين اف 3، طالب التضحية الرائعة بروك اتش 7،
طالب الروك اتش 8 تشيك ميت، ولابد الكارلسون ان ياخذ الرخ، وهنا هتيجي النايت اتش 6 تشيك، ودي كش مات الا لو الملك اخذ البيدق، وهنا هتجي سلسله من الكشات بكوين اف 7 تشيك، كينج اتش 8 كوين اي 8 تشيك، كينج جي 7 نايت اف 5 تشيك، ولابد ان يضحي بالوزير، والابيض بياخد ويفوز. ولكن للمرة الخامسة والأخيرة ناكامورا فشل في الوصول للنقلة الصحيحة وكمل دي 6. طالب النايت اي 7 تشيك بشوكة للملك والوزير، والدفاع الوحيد هو النايت دي 6، وبعد الأخذ الأبيض فاز بقطعة، والأسود لا يستطيع معاودة الأخذ وإلا هياخد بتشيك ميت. وكارلسون كمل روك جي 8 نايت سي 4 كوين اي 4. اصبح الدور سجال بين الابيض والاسود، فكل منهم لهم فرص للهجوم، والاسود بيهدد بروك جي 1 تشيك، والابيض اجباريا يلعب النايت اي 3 ليمنع الرخ من النزول. وبنصل لموقف مبهم، الابيض لديه حصان امام ثلاثة بيادق، ولكن ناكامورا ما لعبش الدفاع الوحيد، انما حاول يهاجم بكوين اتش 5، مصر على التصويب على بيدق الاتش 7، وفي نفس الوقت بيحمي المربع دي 1. وبالطبع الاسود لا يستطيع اخذ الحصان والا هيتلقى المات، وكمل روك دي 3 طالب الكوين دي 4 تشيك، وهيحاصر الملك الابيض. وناكامورا كمل روك اتش 4 طالب الوزير كوين اف 5، مازال بيحافظ على حماية البيدة اتش 7، وفي نفس الوقت بيهدد بكوين اف 1 تشيك ويحاصر الملك الابيض. وناكامورا اضطر للتراجع بالوزير للدفاع، وانتهت اماله في الهجوم، لكن كارلسون لم تنتهي اماله وكمل بنقلة الدور بي 5 طالب الحصان الحامي الوحيد لبيدق الاي 3، ولابد للابيض من ترك الحصان، فليس لديه اي امل امام جيش البيادق السوداء، ولذلك كمل نايت دي 2. وكارلسون بدلا من الاخذ على المربع اي 3 لعب نقلة ربما افضل كوين جي 5 طالب مع الرخ الحصان، لكن بيترك رخه في سبيل اخذ الرخ الابيض، وناكامورا ليس لديه خيار غير اخذ الرخ، والاسود اخذ الرخ. طالب كوين دي 4 تشيك ويتم التكسير، والاسود هيفوز، ولذلك دافع بنايت اي 4، لكن بعد كينج جي 7 الاسود اصبح بيفوز في كل التفريعات، فلديه 6 بيادق امام قطعة صغيرة وبيدق، ولا يمكن للأبيض الفوز. ورغم ذلك ناكامورا أكمل بضعة نقلات، لكن في النهاية اضطر للتسليم، وكارلسون فاز بدفاع متماسك في ظل ظروف صعبة للغاية. ولكن اللاعب القوي بجانب المهارة لابد أن يتمتع بأعصاب قوية، وده اللي أثبته كارلسون. والآن هيا إلى نتائج البطولة التي فاز بها كارلسون 4-5 وتبعه أرونيان، بينما جاء ناكامورا قبل الأخير بنقطتين، الذي ربما أثر في هذا الدور على نتائجه كثيرا. وإلى اللقاء في أدوار أخرى أكثر إثارة. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.